هنرجع تاني لمحتوى جوزيف ستالين الجزء الرابع. في الجزء اللي فات اتكلمنا على ستالين والفلاحين، عمل ايه فيهم في مجاعة الهولودومور، The Holodomor Famine اللي كانت في اوكرانيا، وعمل ايه في طبقة الكولاج، ازاي تخلص منهم طبقة اصحاب الاراضي او الفلاحين الاغنياء. في الفيديو ده هنتكلم على ستالين عمل ايه في العمال في المستعمرات الستالينية اللي تسمى بالجولاج بالجيم، ازاي عذبهم وقضى عليهم علشان يوصل لاهدافه في الخطة الخمسية اللي هو كان مخطط لها. تعالوا نحكي الحكاية. ستالين كان عنده خطة خمسية عايز يوصلها في أسرع وقت، وهي فكرة التطور الصناعي وانه يوصل روسيا تتغلب على أوروبا وتبقى أنجح منها وأغنى منها كمان. كلمنا على الفلاحين وكان إزاي عايز يبيع المحصول علشان يجيب له دخل علشان يقوي المصانع عنده. طيب الفوكس كله دلوقتي على فكرة العمال، عايز عدد كبير جدا من العمال وبأقل تكلفة. فكرة شيطانية ما تجيش لواحد غير جوزيف ستالين. هياخد العمال يحطهم في معسكرات وتبقى عمالة بالسخر، لا في تأمين صحي ولا احتياطات سلامة ولا أجور هياخدوها ولا ليهم أي حقوق. هم جايين يقضوا فترة عقوبة بمعنى الكلمة على إنهم مساجين ومحابيس، ويوصلوه للتارجت اللي هو عايزه بأقل تكلفة ممكنة وبأكتر عدد بشري ممكن يكون متاح في معسكرات بالصخرة. الخطة بتاع جوزيف ستالين عشان تتحقق في أسرع وقت بعدد العمال اللي هو عايزه ده، مش هيكتفي بالعمال اللي اختاروا بكامل إرادتهم إن هم يكونوا عمال، لازم له عدد كبير شويتين. بدأ جوزيف ستالين بالبوليس السري بتاعه إن هو يقبض على الناس قبض عشوائي في الشارع، أي حد ماشي بيقبض عليه من غير ورق، من غير تهمة، من غير أمر ضبط وإحضار، من غير أي حاجة. أي حد ماشي في الشارع بيأكل في مطعم نايم في بيتهم، البوليس السري بيهجم عليه وياخده وينزل. ولو حد متعاطف مع حد مسجون بيتاخد، يعني لو انت قاعد جنب اللي احنا عايزين هناخدك برضو عايزي جدا. ايا كان الشخص، احنا مش عايزين عمال، احنا عايزين عبيد نشغلهم بالكرابيج، عمالة بالصخرة بمعنى الكلمة. فاحنا هناخد بقى عالم، مدرس، فنان، رسام، رجل سياسي، رجل عسكري، رجل قضاء، اي حد مش جاي على هوانا ومحتاجين ان احنا نحتجزه وحيفيدنا في ان هو يبقى في وسط العمال وبيشتغل وبينتج وبيطلع الانتاج اللي احنا عايزينه، الصناعة والتطور و احنا هناخده. هو بيلم عدد بني ادمين في مكان واحد فقط. طيب السؤال، هل ستالين هو اللي اخترع الجولاج؟ لا، لينين هو اللي اخترع الجولاج. لينين تاني ما كانش شخص سلامي، كان شخص عنده قبض حديدية ولكن مش في غشومية ستالين. فالجولاج اتعملت وقت لينين في 1917، وفي 1921 وصل عددها ل 84 معسكر. لكن طبيعة الجولاج وقت لينين كانت للقمع السياسي والمدني، وكانوا بياخدوا الشخص اللي عنده مشاكل مع البلاشفة، بيعارض البلاشفة، يقعدوا مالك مزعل البلاشفة ليه، او هم مزعلينك في ايه وبتاع، يحاولوا يعملوا له غسيل مخ. اتعمل له غسيل مخ وبقى مع البلاشفة بيطلقوا صراحة، ما كانش بيحتجزوه في الجولاج علشان ما يعرفهمش بعدين. لكن ستالين دخل ليفل الوحش اللي هو لا، احنا هنستخدم الجولاج فكرتها دي تلزمني، انا هعمل بيها حاجة تانية خالص، وهي العمالة بالصخرة. وبما ان لينين هو اللي دايما بياخد الخطوات وستالين بيدخل يحط التاتش بتاعه، وزي ما حكينا لينين كان عارف غشومية ستالين وحاول ان هو يحجزه ويبعده عن الحزب عشان ما يدمرلوش اللي هو كان عامله، فلينين للأسف الشديد غلط غلطة شنيعة كده وقال مقولة، يعني كان في ذروة العمق، قال من لا يعمل لا يأكل. يعني هي فكرة ان هو بيشجع الشخص اللي هو انت عايز تاكل لازم تشتغل، ويعني يبقى فيه قوت يوم وحاجات كده. ستالين علّى اللي هيعمل مش هيأكل برضو، يعني انا اللي هأكله، انت هتعمل ومش هتاكل، انا هموتك. طيب سؤال تاني، مين المسؤول عن ادارة الجولاج؟ البوليس السري. من اول 1918 كانت التشاكا، وبعدين الجي بي يو والاو جي بي يو، لحد في الثلاثينات الـ NKVD. طب أكيد مش هيبقى في الجولاج عندنا عمال، ناس محترمة يعني، وبعدين هنقبض على أعداء الدولة أو أي حد مشتبه فيه، فهيبقى عندنا علماء ومدرسين وفنانين والناس دي برضو ناس محترمة، ومش هناخد القتالين القتلة والمجرمين، خصوصا أن الظرف الاقتصادي كانت نسبة الجريمة عالية، فمن باب أولى أنه المجرمين وقتالين القتلة يكونوا موجودين برضو جزء لا يتجزأ من الجولاج. جوزيف ستالين مش بس عمل العمله في الفلاحين والكولاج، ومش بس في مصايب هنحكيها في الجولاج، ومش بس موت ملايين الملايين من شعبه، احنا لسه ما دخلناش في العدو ولسه ما دخلناش في الحرب العالمية، لا بالراحة علينا. ستالين كان مع عمالة الأطفال، كان مشغل أطفال بالصخرة، مش بس كبار يعني أدلتس، لا
ده الأطفال نفسهم كانوا جزء لا يتجزأ من الجولاج. في الحرب الأهلية مات حوالي 8 مليون مدني و 800 ألف جندي رجل عسكري. الناس دي ليها أهالي وأطفال صغير، أطفال دي تشردت. المنطق بيقول إن الدولة هتتولى أمر الأطفال دي، هعمل لهم مشروع دار أيتام كبيرة، برنامج تكافلي، أي حاجة علشان يلموا الأطفال ويحتووهم إن هو فقدوا أهليهم في الحرب الأهلية. إنما مش مع ستالين، لا، قالك أنا أخد العيل أرميه في الجولاج فيبتدي يتعود على أجواء الجولاج ويكبر في العمل بالسخرة ونزود عدد، ويبقى كده أنا ربيت طفل على الاستعباد العبودية، بدل ما يكبر لسه ويعمل لي قلق وبتاع. لا، أنا هاخد العيلة المتشردة المتيتمة دي كلها وهلمها وهوديها الجولاج. تفصيلا نسيت اقولها، بس يعني بما ان هو لم الاطفال دلوقتي، هو كان بياخدهم زي الحيوانات كبار والصغيرين، زي الحيوانات. ومش بقولها حاجه مجازيه يعني، او ان انا بفتري على ذلك، هو فعلا كانوا بياخدهم في عربيات حيوانات لحد ما يوصلوا لمحطه القطر، وفي محطه القطر برضو كانوا بيحطوهم في عربات الحيوانات او نقل البضائع. يعني هو من اولها كده بديها معامله حيوانات، ما بيهزرش يعني، مش مغفلهم. فين بقى اللوكيشن بتاع المعسكرات؟ هنحطه فين بقى علشان يعني هينفع في المدينة ولا ايه؟ ستالين كان بيختار اغلب المواقع يعني في سيبيريا. ولو تفتكروا سيبيريا هي المكان اللي هو كان بيتنفي فيه. يعني بصوا التكنيك الغلاوي، لو زي ما حصل فيها انا هعمل فيه هموتكم كلكم مقهورين. سيبيريا ليه بقى؟ الاجواء فيها قاسية جدا وعنيفة جدا، وكان بيروح في مناطق نائية يعمل فيها المعسكرات. اللي يفكر يهرب من المعسكر كان بيموت. يعني كانوا بيلاقوا الجثث متجمدة ومرمية، علشان اللي بيخرج من المعسكر هربان لازم يمشي مسافات وأميال عشان يوصل لحاجة. فهو عازلهم في برد قارس جدا، بتوصل درجة الحرارة الماينس 20 وماينس 40 وماينس 68. فاللي يفكر كده كده يهرب هيموت، وهو كده كده جوه هيموت. يعني هيموت هيموت، بس خلاص انت يا إما تعيش وتشتغل وتاخد لك شوية أكل ولا حاجة، يا إما هتخرج هتموت من البرد. الظروف المعيشية كانت عاملة إزاي؟ المنطق بيقول إن هو هيأكلهم كويس جدا عشان الناس دي اللي هتنتج له عشان يوصل للخطة بتاعته. لكن المنطق ده عندنا إحنا، مع حد زي ستالين ما عندوش المنطق ده. حلو قوي. يعني الناس كانت بتاكل إيه؟ الناس كانت بتاكل شوية شوربة صغيرين على كسرة عيش. طب والحمامات؟ حفرة في الأرض. في مذكرات لرتبة من رتب اللي كان في الجولاج كان بيحكي انه الناس بيصل ليهم الأمر ان هما كانوا بياكلوا فيران وكلاب وبيمضغوا نشارة خشب. طيب بيلبسوا ايه؟ بيصرفوا لهم بيجامات كده، حاجة خفيفة جدا، وطواقي بس. طب في تدفئة في المكان؟ لا مفيش، هما قاعدين بنين لهم حاجات بالخشب كده في قلب التلج. في عناية صحية؟ اطلاقا اطلاقا. احنا ايه هنلحد؟ استغفر الله العظيم. لا طبعا، مفيش عناية صحية. وفي امراض منتشرة زي التايفس والكوليرا والسل وحاجات بقى كده كتير قوي، والناس بتتعيد. طيب في احتياطات سلام؟ يعني خوزة بتاع اي حاجة تحميه. هو مشغلهم في حاجات كتيرة جدا جدا وحاجات خطر وفيها حوادث، وفي ناس كانت بتموت من الحوادث بس اللي هو اثناء العمل يعني. اطلاقا يعني يحمدوا ربنا اصلا لو اخذوا معدات يشتغلوا بيها. يعني مثلا لو كانوا بيحفروا كانوا بيحفروا بايديهم اصلا. يعني معيش مع نفسك، لو مت عادي مش مشكله، هيشحنوا لنا ناس غيرك. اللي هو الحرس والرتب، انا بتكلم على الناس اللي كانت البوليس السري اللي كان في المعسكر، كانوا بيمنعوا لهم الاكل ويجيبوا لهم الاكل قدامهم ويذلهم بيه ويشيلوه ما ياكلهمش، وبعدين يشوفوا انتاج وانجاز للفرد. فهو لو ما وصلش للكوتا بتاعته ما بياكلش. وبعدين ايه بقى؟ عادي الضرب والتعذيب ده حاجه عاديه جدا، مش محتاجه يعني قواله. وبرده لو حد مش في المود ممكن يقوم يقتل حد يعني، برده عادي. وبعدين بقى من باب التسليه بالليل بقى لما يخشوا يهزروا مع بعض، هم عايزين يتسلوا دلوقتي، فيعملوا ايه؟ يروحوا ضربين ميه بتلج في وش الناس وهي نايمه، او يقوموهم يتمشوا في العنبر just for fun كده. يعني اللي هو ايه، مش هتناموا، مزاجنا كده، مش عايزينكم تناموا دلوقتي. في حاجة اسوأ بقى، مش هم دول مش اسوأ حاجة كانت في الجولاج، الاسوأ بقى طبقة المجرمين وقتالين القتلة. دول كان بيتعملهم حساب في الجولاج اكتر من الحرس، وهم اللي يقرروا مين ينام فين ومين ياكل ومين ما ياكلش، ويعملوا اللي هم عايزينه براحتهم. ويا ويلو يا سواد ليلو اللي يقف قدامهم ويقول لهم لا، عادي بيطعن يتقتل، ما حدش يسأل فيه، ولا الحراس هيقفوا يقولوا لهم ايه. فكانوا المساجين بيعملوا حساب للحرامية وقتالين القتلة والمجرمين اكتر من الحراس. تخيل البعض ان الجولاج كان للرجالة وللأطفال،
الستات ملهاش علاقه طبعا، بديهي يعني احنا هنبهدل الستات في الخطه الخمسيه ليه يا ستالين دلوقتي يعني. وهي خصوصا ان الستات دي اللي هي اللي عملت الثوره اللي البلاشفه سطوا عليها، لو تفتكروا ثوره فبراير مارس اللي هي دلوقتي احنا بتغيير التواريخ بنحتفل بيوم 8 مارس، ده كان بسبب المراه الروسيه لما انتفضت في 1917 وبعدين البلاشفه سيطروا وبعدين بقى ثوره اكتوبر والحاجات دي. فالست هي صاحبه الفضل عليهم، هي اللي وصلتهم السلطه، هي اللي انتفضت، نكرمها يا جماعه، المنطق بيقول كده. بس برضو ده منطق الناس العاديه اللي زينا. الستات كانت في الجولاج زيها زي الرجاله بالظبط، عايشين في نفس الطقس، بيتعاملوا نفس المعامله. يعني مثلا الرجاله كان ممكن حد يبقى عنده تهمه خيانه مثلا، تخابر، جاسوس، يعني ممكن احتمال هو كان تاني بيقبض على الناس بشكل عشوائي في الشارع، بس احتمال تلاقي حد عنده تهمة، او طبعا قتل القتل او الحرام. يعني الست ممكن يتم القبض عليها علشان مرات حد عمل لهم قلق، بنت واحد ستالين ما احبوش كده، يعني الموضوع لافق. يعني الست قاعدة في بيتها عايزة جدا ما تعملش حاجة، يتم القبض عليها علشان هي بتقرب لحد من درجة 7 فبيودوها الجولاج. ونفس الظروف المعيشية، ونفس الحمامات الحفرة اللي في الأرض، ونفس الأكل الشربة بكثرة العيش، ونفس كل حاجة. ولو قبضوا عليها أم وابنها فوق السنتين بيفصلوه، ياخدوا الابن يودوه في حتة والأم يعني مفيش، ما عندهمش استثناءات أو رحمة أو ظروف أو طب دي مالها، طب نعمل إيه. ست كانت زيها زي الراجل في الجولاج، بل يزيد الأمر أنه في الجولاج كان بيحصل تحرشات واغتصاب من قبل الحرس، بوليس السري، وقتلين القتلة. ولو الست طلبت الحماية لازم تقدم تنازل للي هيحميها. اي حاجة كانت تمس عرض وشرف الست كانت بتتعامل، كانوا بيهادوا بيها بعض. يعني فكرة التسليع المرأة دي كانت موجودة جدا عنده. بسبب الاغتصاب ده كان بيحصل حمل، فمصلحة ستالين جدا زيادة عدد بني ادمين بشر يعني. واثناء الحمل كانت الست بتشتغل برضه، يعني مش بس الست حامل هنريحه، لا ايه ده هنهرج، ايه حقوق بشر، ايه ده بتكلموا زي، لا هزعل، حقوق انسان، معقوله مع ستالين في جمله واحده، ايه ده، لا طبعا. فالست كانت بتشتغل، وفي طبعا سوء التغذيه ومفيش اهتمام صحي، ولا والامراض المنتشره والحاجات دي كلها، مع الذل والاهانات والاجواء، الطقس البارد جدا، كل ده الست عاشته وتعرضت له. فبديهي جدا انه هي كانت والجنين بيموتوا اصلا في النص، ما فيش حد هيعرف يتاقلم ويسرفايف في التفاصيل دي، بس كانت بتموت. اللي كان بتعيشه ان الطفل بيتولد كان طبعا بيبقى عنده امراض جسديه ونفسيه، وده اقل واجب. فده اللي عمله ستالين مع الاطفال والنساء. طيب ماذا لو عامل او سجين ما قدرش ان هو ينتج الانتاج اللي هم عايزينه؟ ايه اللي كان بيحصل فيه؟ ابشع انواع التعذيب. يعني التكنيكس او انواع التعذيب اللي كانت بترجع للعصور الوسطى المظلمه اتمارست في الجولاج، الان كي في دي مارسها في الجولاج. وستات ورجاله اتعذبوا واتضربوا واتسايب عليهم كلاب جعانه ومشوهم عرايا في التلج، والستات كانت بتتربط في الشجر في التلج. وبعدين بقى لو حد عمل احتجاج مثلا وامتنع عن الاكل بقى وكده، يعني كانوا حرفيا بيكسروا له عظمه، مش مجازيا، لا هو عظمه كان بيكسر، وكانوا بياكلوه من خلال فتحات الانف علشان هو ما يعني ما يعملش كده وغيره ما يعملش كده. ده غير الباراشا. الباراشا ده عباره عن برميل فيه فضلات بشر بيموتوا الشخص غرقان فيه. انا اسفه ان انا بحكي الحاجات دي، بس حاسه انه ده محتوى لازم يتحكي. فراشة دي كانت حاجه معروفه جدا في الجولاج. طيب لما هتلر اجتاح الاراضي السوفيتيه في صيف 1941، ستالين عمل ايه؟ انا بحكي عن الحرب ليه دلوقتي؟ ما علينا. ستالين اصدر قرار رقم 270 بان الجندي اللي هيتم اسره انا هعاقبه عقاب رهيب. انا ما فهمت ايه هتعاقبه فين؟ ما هو عند الالمان، يعني هم هيسلمولك في المروح، هتلاقيه فين ده عشان تعاقبه يعني؟ ولا في اخر الحرب هيديهولك؟ ما اكيد هيموت، هتعاقبه فين؟ بقيت بقى القرار قال لك ايه؟ وهاخد اهله ارميهم في الجولاج. طبعا بقى ايه، الجندي عارف الجولاج، ما هو انا من البلد دي فانا عارف اللي هيحصل. لا، فهنا الجنود نزلوا اكلوا بنجيله، يعني هتلر من امامك وستالين من خلفك، مفيش اوبشن ان احنا نرجع، فاحنا هنموت نفسنا عشان لا احنا هنروح الجولاج ولا اهلي. يعني دي كانت اوضه الفيران بتاعت الاتحاد السوفيتي، ها
هتحارب وتكسب الحرب ولا بدي لك الجولاج يعني كده. فانا عندي اهون ان انا اموت على ايد هتلر عن ان انا اروح الجولاج ولا حد من اهلي يروح الجولاج. يجي في دماغ حد انه في فوضى الحرب احتمال تكون فرصة لسجناء الجولاج ان هم يهربوا، فرصة جدا. يلا تالن كان عامل لسجناء الجولاج وحدات عسكرية مخصوصة في الحرب واقفة علشان تقتل اللي يفكر يهرب، مش وحدات عسكرية للعدو، وحدات عسكرية علشان نقتل اللي من بلدنا، ولادنا اللي من نفس جنسنا وعرقنا، احنا هنقتلكم. فهي واحدة عسكرية لهتلر، واحدة عسكرية لينا احنا شخصيا. طب هتقولي مع ناس شغالة في المعسكرات هما مالهم مال حرب؟ ستالين كان بيخرج سجناء الجولاج يرميهم على خطوط النار الأمامية ككبش فدا، وكان بيمشيهم في حقول الألغام علشان دول اللي يموتوا ويوفر الجندي بتاعه يحارب في الحرب ما يخسروش. يعني هو استغل، مش بس استغل العمال والسجناء وكده في ان هم ينتجوا ويطلعوا له مواد خام وشغلوا مصانع، ولا لا خالص، هو وقت الحرب راح واخدهم رميهم زي الفراخ كده علشان الألمان يتلهوا فيهم ويحافظ على الجندي العتد بتاعه ان هو ما يتقتلش. طيب على الهامش بقى كده، ستالين قرر ان هو يعمل قناتين ملاحة في الشمال والجنوب. تمام، من سنة 1933-1937 خلصت القنوات دي اتعملت. يعني مين اللي عملها؟ اكيد سجناء الجولاج، ما فيش غيرهم. كانت الظروف ايه؟ كانوا بيحفروا بايديهم عدد مهول، عمالة بالصخرة، ما فيش اي نوع من انواع الادمية، الناس كانت بتطب تقع من طولها تموت في القنوات دي. والقنوات دي تنفذت مع قناة موسكو فولجا، فهو بالذات يعني الناس كانت بتموت قبل ما يفتحوا المية على القنوات، هي بقى المية تدخل تغمر القناة يعني، فكانت الجثث زي ما هي. فدي كانت مقبرة جماعية، يعني حرفيا اللي بيمشي من قناة موسكو فولجا هو بيمشي على مقبرة جماعية، الناس كانت بتطب ولا حتى بيدفنوه، ما فتحوا الماية عليهم وتمام كده. الجولاج بنتكلم في عدد 18 مليون انسان. بعد الحرب سنة 46 بنتكلم في 4 مليون، ف 18 مليون راحوا فين؟ ما نعرفش، احنا عارفين طبعا بس مش هنقول، ما علينا. حد ما استلن الحمد لله، الحمد لله يعني ربنا كريم، واخدوا سنة 53، وبعدين بقى بدأت السياسة اللي هي دي ستالينيزيشن على ايد خروتشوف كانت سنة 56، وبعدين تم فض كل معسكرات الجولاج تماما سنة 60. في سجناء كتير جدا ما كانوش بيقدروا يحكوا، يعني مذكرات والحاجات ما كانوش قادرين يواجهوا، ويعني to recall the memory، مش قادرين ان هما يعيدوا احياء الذكرى وان هو يحكوا. ولكن في بعضهم حكى وكتب مذكرات، والمذكرات تحولت الى كتب، حسب لكم الكتب في الديسكريبشن بوكس. في من ضمن الكتب One Day واتعمل فيلم بعد كده، وفي زي ما قلت رتب من ال NKVD كانوا بيحكوا، عارفة البجاحة دي كانت جايبينها منين، بس تمام يعني متأرخ ودوكيومنتد يعني الحاجات دي كلها من السجناء نفسهم. بس الأغلبية لا، ما كانوش قادرين يحكوا ولا قادرين ان هم يواجهوا الواقع اللي هم عاشوه. بس وكده يكون ستالين قضى على الفلاحين والعمال مع بعض عشان ما يزعلش كارل ماركس. كارل ماركس رياكتد احزانني، ما لو كنتش متبني افكاره كنت هتعمل ايه؟ ما علينا. احيانا بيجيلي خاطرة كده في الاحداث دي، اللي هو لما هتلر بدأ يدخل وبتاع، هو يا عم انت رايح تعمل ايه؟ انت داخل ايه؟ روح خد حاجتك وامشي، في بني ادمين بناكل بعض جوه. في الفيديو الجاي بقى اتكلم على The Great Purge، التطهير العظيم. ستالين عمل ايه؟ كان بودي اقول لكم ان هو تخلص من اعدائه، انما هقول لكم في الفيديو الجاي هو ازاي تخلص من صحابه الانديب، قتلهم، خلص عليهم كلهم. ازاي كان بيطهر الدوله من اعداء الدوله والجواسيس والمتآمرين ومن المواطنين شخصه. وارجع واقول لكم تاني، انا مش عارفه هتلر كان بيفكر في ايه، يعني ده واحد اصلا بيقضي على ناس وهيعمل فيك ايه؟ ما علينا، هنشوف بقى عمل ايه في التطهير العظيم The Great Purge في الفيديو الجاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ليوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. ان شاء الله هشوفكم الفيديو الجاي. تحيه.